خير نعمين السيحني مدير ثانوية الكفاية الرسمية. يعني أنا ما بدي أزيد شيء. عفوا ثانوية شو؟ الكفاية الرسمية قضاء حصبية. أهلا وسهلا فيك أستاذ نعمين. مرسي لك. أنا ما بدي أزيد على اللي تفضل فيه زميلي بما يتعلق بتوقيت الدورات. يعني أحيانا بيحصل إرباكات، يعني بيكون أربع خمس أساسة بيعطلون الصفوف بهذا الموضوع. نتمنى أنه هاي الموضوع ينوجد له حل. كمان في عندي هيك لفت نظر بمسألة أنه الثانويات عم تصير يعني ملجأ للأساسة المنتدبين بكثرة، يعني مش حسب الحاجة. يعني وهلأ الأساس المنتدب عم يشكل حاله أنه هو أنا جاي بمعنى استراحة. هاي الثانويات حتى اللي تنتج حتى تعمل بده يشتغل، بده يعني مش انه جاي لحتى اللي نحن نسكر وقت انه تحت شعار سكرت مدرسته. الموضوع منه من صلاحياتي انا، هدول الانتداب اولا ما بينتدبوا ليشتغلوا، انا كنت مديره بمدرسه زميلي لكم قبل ما اجي اشتغل هون. بالعكس بنتكل على المنتدبين يكونوا جديين اكثر من غيرهم ابدا، مش للاستراحه. ولحد هلا كثير من الاساتذه المعلمين زملائنا المنتدبين عم بيقوموا بنشاط ويؤدوا دورهم بالاعمال. ما في شك في اساتذه يعني اللي هن عم يفتكروا حالهم بس يتحولوا للاداره صاروا ليرتاحوا، هي بترجع لحضرتك انت قد ايه بتقدر تشارك بالاداره وما في شيء بينزمهم بتنسق مع المنطقه بهالاساس. لا هلا في تقرير سنوي ستنا بينرفع اخر كل سنه، وبتمنى انه لانه هلا فيه هو تجديد الحاق لهم انه يؤخذ باراء المديرين بهالموضوع. مش خلال العام الدراسي، يعني لما بيرفضوا يرفضوا ساعتها بتتحولهم للمنطقه. يعني بكل صراحه في بروسيجرز بتقدر حضرتك تقوم فيها، يعني ابدا الانتداب منه ليرجع، ترجع لشخصيه اللي بيعطين لك اياه وترجع لادارته. اذا بلغتهم وعملوا ما عملوا معك شيء صار موضوع اخر، يعني علامه استفهام. اوكي بيعطيك الف عافيه. حدا بريد بعد سلم على نعم بدون كمان ساعه المديره كنت غايب برضو ما عرف شو عرف شو قلتلها معك محمد منصور. اهلا انت ما بتطلبي انت بتؤمر يا ست الهام. الله يخليك الله يطول بعمرك. كنت بدي اقول لك شغله بالاضافه للشغلات اللي اشاروا لها الزملاء، في شغلتين انا حسيتهم هودي يعني ما بعرف ليش مش عم نشتغل عليهم، هن موضوع الايثار والابداع وخلق الفرص. لانه نحن هلا هون بالمجتمع اللبناني بتعرفي انت قديش في معظم الناس بحطوا في احباط في عمليه تيئيس الى اخره. فنحن بدنا المدير والجهاز التعليمي كليته يكون مؤمن بشيء اسمه إثار، مؤمن بشيء اسمه إبداع، بخلق فرص بغض النظر عن المحيط حواليه، بغض النظر من هو رئيسه ومن هو اللي تحت منه. نعتبر هذه المؤسسة هي شغلة نحن بدنا نبدع فيها ونعطي فيها بطريقة مختلفة عن كل شيء، ما بدنا نتكتف قدام الواقع المأزوم اللي نحن عايشين فيه. يا ريت هالموضوع هذا بيكون محل اهتمامكم. عم تطرح، ولكن انت ما بتعتقد من خلال المشاريع اللي نحن قايلين انه تعملها المدرسة كان بيسوى يكون في موضوع متميز واوريجينال اذا بدك، منو كلاسيكي، هو له علاقة بالحياة المدرسية، له علاقة بتحفيز الطالب اللي يعني نحن حاطين بمجال التعلم. اذا عندك تعليم والتعلم، الا ليس موضوع الايثار والابداع هو جزء من التعلم وكيف يمكن ان نتوصل اليه؟ يا ريت حدا طرحه، لانه نحن عطينا باب مفتوح. يعني بكون في مدرسه ما في حياه متجدده، في تجمع الكل، ممكن يكون هذا موضوع رائع. يعني انا بتمنى انه اللي بدهم يعملوا مواضيع مش بس يفوتوا بالاطار الكلاسيكي، ولكن ما بلومهم اللي فاتوا بالاطار الكلاسيكي لانه في اولويات اذا كانت غير متوفره ما بيقدر الواحد يقفز الا ما انت قفزت. انت دائما مبدع عن جد، طول عمرك بتنط بالحقيقه. في مجموعه من المديرين ما زلنا لليوم بنتذكر نحن هالوثبات الفكريه اللي عندهم اياها واللي بتشجع على انه الارتقاء بالاداء بالمدرسه سواء الرسميه او الخاصه. انا بشكرك على الفكره. الله يخليك. يعني اذا مش هدف مباشر، انت بدك تحقق كل
مستلزمات عملية الأسس بالمدرسة لتقدر تقفز لإلها. وبشكرك فعلا على كمان استعمالك لهالمفردين الإيثار والإبداع اللي هني بأمر التربية بيكونوا. وإن شاء الله معهم يعني كلنا نقدر نوصلهم من بعد ما عم نحط أسس التعاون والتفكير بالتطوير والتخطيط. هيدي اللي هي أسس جاوزنا الزمن ونحن بعدنا ما بلشنا فيها. وبشكرك جدا شكرا على اللمعة بالفكر والوجبة المهمة أستاذ محمد. شكرا لك. شكرا شكرا جزيلا. يعطيك ألف عافية. شكرا. حدا بريد بعض من الزملاء؟ لا أستاذ. تفضل. علي مكي مدير مدرسة برعشيت المتوسطة الرسمية. مدرسة برعشيت قضاء بنت جبال. مش حزيد على شيء. حاحكي موضوع تاني. هو دايما نحن بنحكي بالنشاطات اللاصفية وهي كلام وليس تطبيق. وهذه بالنسبة أنا برأيي طبعا الشخصي النشاطات اللاصفية هي محفز للتلميذ ومحفز كبير حتى يصير عنده اهتمام بالمدرسة وبدراسته ويواكب عمله. نحن هذه تطبيقة شبه يعني ممكن نطبق منها جزء بسيط، بس هذه أنا برأيي الشخصي إنها حافز أساسي للتلميذ حتى ينهض. والمدرسة الرسمية كمان نحن كوننا مدرسة رسمية تنهض بشكل أكبر. إيه ولكن في معوقات حول هذا الموضوع. طبعاً هي عدم وجود مدرسين للنشاطات أو من يقوم بهذه. هلا هذه بنحطها بنعطيها لبعض المعلمين بالمدارس، بس مش الكل قادر يلبي الحاجة. يعني ما فيك مثلا حصة موسيقى ما في، حصة رياضة ما في، من بتقول لمعلم أو لمعلمة زين على الملعب ما بيعرف يلعب رياضة أو ما بيعرف يلعب تلاميذ رياضة، عرفتي كيف؟ هذه الشغلات أنا هذه يعني كمان هاي الفكرة كتير منيحة. ما كنت بتعتقد أستاذ علي لو مثلا عملت مشروع أنت حول هيدا الموضوع، ما كان طلع كمان رائع مثل ما اللي عم نقول إنه عندك مجال كان تستفيد. ما بعرف إذا حضرتك مع مجموعة المدارس اللي عم بيشاركوا بيعملوا مشروع تطوير مدرسي بإطار دراستي ما تبعته ما شاركته بمشروع؟ بلا في مشي عملناها، بس حتى من النشاطات عملنا فيها مسابقة رسم او غيره. لا إيه؟ هي شغلات عملناها. مثلا إيه؟ بقصد اقول انه التعاقد كان مع استاذ من ضمن المشروع لبعدك الوقت يجي يدرب لك حدا. يعني كنت انت بتستعمل المنحه لهالشيء ليصير عندك حدا من النظار من الاساتذه اللي ما عندهم نظام كامل اذا عندك فريق عمل يعني كافي لحاجات المدرسه. لا يعني هذا اسف فريق عمل كامل ما عنديش للأسف. نعم. عندي نظرة والله يشفيها. كمان نعم. غايبة من أضار. نعم. انسى الموضوع. أوكي. يعطيك يعني الأنشطة أنا معك 100%. أي الأنشطة ضرورية. ضروري. ما فينا نوصل إلى عملية التعلم. ما فينا نوصل. هي مجموعة هي متكاملة. إذا ما عملنا أنشطة لاصفية بتبلور شخصية التلميذ وبتستثمر كل شيء عم بيصير. صح. أنا معك بأيدك 100%. شكرا. بأيدك 100%. شكرا. وشكرا لهالأفكار النيرة. ثانك يو ستنا. يعني رح نجرب نحن ناخذ بهالافكار الحلوه اللي سمعناها واقتراحاتي بركي وقت اللي بدنا نعطي مشاريع للنظار. نعم. بيقدروا باطار المشروع اللي بدهم يعملوه يحطوا هالرأيين الحلوين يعني بتوجيهات المدير. نعم. طبعا نعم. نعم. بس ما بيمنع انه بدل المدير هو الموجه والبروموتور الاساسي المحرك. صحيح. الفعال بقلب المدرسه على اي مشروع بده يصير. انا حقيقه يعني بحس بالغنى بس احكي مع زملاء المديرين لانه وحس انه عندهم اذا بدك هالنبض الحيوي الحديث اللي بيستشرف مستقبل ان شاء الله يا رب نقدر نوصل له. ويعني بالتعاون الدائم والتنسيق معهم بنغنى كلنا وان شاء الله بنقدر نحقق خطوات الى اثر ايجابي. ويعطيكم الف عافيه ومشكورين دائما ان شاء الله. ستنا هالمسؤولين بالوزاره بس بيصولك شوي. تسلم الله يخليك. انت مش عم بيقصر. كنت بتغيري التربيه كلها بلبنان. الله يخليك بصحتك. شكرا. طول عمرك. طول عمرك الله معك. نهارك سعيد. من كلبة طول عمرك. الله معك. باي.